بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. أما بعد، فهذا هو المجلس إن شاء الله بإذن الله الأخير في آيات عباد الرحمن في سورة الفرقان بإذن الله سبحانه وتعالى. وقفنا المرة السابقة عند يعني آيات التوبة، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وقلنا ايه اللي جاب الايات دي وسط ايات عباد الرحمن؟ يعني ايات عباد الرحمن دي يمشون على الارض، ناس عالية جدا في ايمانها وفهمها وفعزمتها، وقلنا يبيتون لربهم سجدا وقياما، ناس واخدة طول الليل صلاة وعبادة لله سبحانه وتعالى. وقلنا ايه تاني في ايات عباد الرحمن؟ يعني قلنا ان بعد صلاة طول الليل يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. يبقى مش معنى قطر العبادة انه بقى في امان او اختر برحمة ربنا، ده لا تزيد العبادة الا خوف على خوف. وبعد ربنا اصرف عنا عذاب جهنم والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، مش معنى ان هم مجتهدين في الدين ان هم دروشة في الدنيا، وان هم في العلاقة ما بين الدين والدنيا درويش، وان هم ما عندهمش توازن في حياتهم وما عندهمش عقلانية في حياتهم. لا، ده ناس متوازنين وعقلانيين، سواء في الجمع بين الدين والدين، يعني الموازنة ما بين اعمال الدين، او الجمع بين الدين والدنيا. طب بعد كده، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون ولا يزنون، إيه اللي جاب دي مع الناس العالية أو ديت؟ فقلنا حاجتين. الحاجة الأولانية إن أي إنسان مهما كان عصى ربنا، مهما كان عمل كبائر، مهما كان عمل يعني أمور في غاية الصعوبة، لسه عنده فرصة إنه ينضم لعباد الرحمن، ولسه عنده فرصة إنه يفوز بالفردوس الأعلى اللي هيفوز بها عباد الرحمن. أولئك يجزون الغرفة، الناس دي هتاخد أعلى الفردوس الأعلى. يبقى مهما عملت، مهما أي إنسان عمل من ذنوب ومعاصي، لا يزال إن تاب عنده الفرصة إنه يكون من السابقين في الفردوس الأعلى. طيب، والحاجة التانية إن مش معنى إن عباد الرحمن، مش معنى إن الناس دي عبدة، مش معنى إن الناس دي مجتهدة في الدين، مش معنى إن الأخ يبقى ملتزم إن هو ما بيعصيش ربنا. ودي من أسباب الإحباط عند كثير من الملتزمين والملتزمات، إنه معتقد إن الالتزام معناه إن هو ما يعصيش ربنا. لا، مش معنى إنك عالي إنك أنت ما بتنزلش. يبقى ممكن الإنسان ينزل، ولكن بعد ما نزل، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إلا من تاب، يبقى من هؤلاء الناس لا تحبط. في إنسان بيحبط، في إنسان بيئس، في إنسان بيتقفل، في إنسان بيقول لك خلاص أنا وقعت وأنا مفيش فيا فايدة، وأنا إنما هنا إلا من تاب. يبقى من أهم القواعد إن اللي بيوصل لربنا مش اللي ما بيقعش، اللي بيوصل لربنا هو اللي كل ما بيقع بيقوم تاني. تاب وآمن. آمن يعني إيه هنا؟ الإنسان المفروض إن أنت كل ما تفتح حنفية تنزل ما مش نظيفة، يبقى بدل ما تقعد تغير في الحنفيات نظف الخزان. الخزان هو الإيه؟ اللي فيه المرض، إنما كل الحنفيات دي عرض. فالناس دي عارفة أنا عينيا بتطلق البصر في الحرام، أنا بتلذذ بسماع الأغاني المحرمة، أنا قلبي بيتمنى الحرام، كل ده هي أعراض. إيه المرض؟ ضعف الإيمان. فلما تاب لربنا ركز على علاج المرض مش على علاج العرض. تاب وآمن. آمن، ركز على علاج ضعف الإيمان جوه قلبه. إزاي؟ بأن يتواجد في بيئة الإيمان، بأن يتواجد وسط صحبة الإيمان، وعمل عملا صالحا. يبقى العزيمة يا جماعة مش عمل صالحا، عمل عملا، اشتغل شغل. توكيد لفظي، عملا هنا توكيد لفظي، عمل عملا، اشتغل بحق وحقيقي. بعد ما التزم بقى انسان تاني، بعد ما تاب بقى انسان تاني، وعمل عملا صالحا فأولئك. أولئك دي تفيد العلو، العلو. يبقى الناس دي اذنبت، ولكن لما تابت رجعت اعلى مما كانت قبل الذنب. وده الانسان الصالح اللي لما يقع ويتوب بيرجع اعلى مما كان قبل الذنب. يبقى اذا عباد الرحمن عاليين. طيب، في ناس وقعت في معصية، الناس دي تابت ورجعت احسن مما كانت. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. امتى ربنا يبدل؟ لما انت تبدل.
هو بدل عمل عملا صالحا يبقى اشتغل واجتهد في العمل الصالح، يبقى بدل المعاصي لطاعات، فربنا بدل له سيئات حسنات. يعني ايه يبدل الله سيئات حسنات؟ حاجة من اتنين، يا اما والله اعلم بمراده، يا اما الصحيفة السيئات تتشال، الزنا يبقى حسنات، القتل يبقى حسنات، اطلاق البصر في الحرام يبقى حسنات، معاصي السر تبقى حسنات، العادة السرية تبقى حسنات، الدخول على موقع وحشة تبقى حسنات، كل صحيفة السوابق تتشال ويتحط مكانها شهادات تقدير ولوحات شرف في الصحيفة بتاعته. يا اما السيئات اللي بتسوقه في حياته بسبب المعاصي اللي عملها، عقوبات المعاصي في دنيته تتبدل ويبقى كلها حسنات، كل حاجة في حياته تبقى احسن من قبل كده، كل حاجة في حياته تبقى فيها حسن فيها جمال، يبقى ربنا يبدل كل احواله نفسها في الدنيا. وكان الله غفورا رحيما. ايه الفرق بين كان الله غفورا رحيما وبين والله غفور رحيم؟ كان الله معناه انك انت لن تجد الله الا هكذا، يعني مش ممكن هتعامل ربنا بالتوبة ومش هتلاقي ربنا غفور رحيم، يعني ربنا مش غير كده، مفيش حاجة تانية. قال كذلك الله، ربنا كذلك، ربنا دي معاملته، ربنا دي صفاته لا تتغير. وده من معاني اسم الله الصمد الذي لا يتغير، لا تتغير صفاته. ومن معاني اسم الله المؤمن اللي بيخليك في امان وانت بتتعامل معاه. انا ممكن النهاردة تتعامل معاه اضحك في وشك واحضنك وبوسك، بكرة مزاجي وحش طلبت معاه بقى في الفوش اللي يقابلني انت او غيرك، فانت ما انتش امن. ممكن واحد مع امراته حلو يومين وفجأة تقوم طلع في دماغه يقوم قلب عليها يومين، فما فيش قاعدة معينة في التعامل معاه. انما ربنا مؤمن، ربنا بيخلي ديك امان في المعاملة معاه، ربنا لا يتغير، لا يغير قوانينه، هي قوانين هتتعامل بيها هتاخد النتائج بتاعتها. وكان الله غفورا رحيما، الله كذلك يعني ايه؟ يعني اطمن، يعني ربنا مش هيبقى غير كده سبحانه وتعالى، يعني مش ممكن هتقبل على ربنا وهتلاقي معاملة تانية، مش ممكن هتتوب بصدق وهتلاقي معاملة تانية. وكان الله غفورا رحيما. ليه كلمة رحيم بتيجي بعد غفور؟ غفور للذنب اللي انت بتتوب منه، بيحميك من العقوبات بتاعته. طب رحيم بعد المغفرة ليه؟ لانك انت الوقت صحيح الذنب اتغفر، ولكن انت لسه نفسيتك بتميل ليه، لسه ضعيف قدامه لو عرض عليك، فلو ما رحمكش بعد المغفرة بانه يعصمك من الوقوع هتقع تاني. يبقى الرحمة من رحمة ربنا انه يعصمك إيه؟ انك انت تقع تاني ان اراد سبحانه وتعالى. ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله، ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله. انت عارف لما انت تتوب ربنا يعمل لك ايه؟ ربنا يخلي الملائكة اللي حوالين العرش يستغفروا لك، ربنا هيبدل سيئاتك حسنات، ربنا هيقذف حبك في قلوب الخلق، ربنا هيوسع لك رزقك، ربنا هيبني لك قصور في الجنة. انت عارف فانه يتوب الى الله، انت لو عارف انت بترجع لمين. عشان كده يعني ايه التواب؟ يعني ايه التوبة؟ عارف لما مثلا دولة قطعت علاقاتها مثلا مع امريكا مثلا يعني، فعايزة اعادة العلاقات، التوبة اعادة العلاقات، ان يا رب انا 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 عايز يا رب الصلة اللي كانت بيني وبينك ترجع يا رب، انا عايز يا رب علاقة العطاء وعلاقة المنح اللي انت كنت بتعاملني بيها ترجع يا رب. فالتوبة هي عودة العلاقات، العفو هو صفحة جديدة مع الله، ان يا رب صفحة جديدة يا رب، خلاص كل اللي فات ده اتشال ولا كأن كان في اي شيء تماما. المغفرة زي اللجوء السياسي كده، انك انت طالب لجوء الى الله من الذنوب بتاعتك، فكل اسم من الاسماء له معنى غير التاني، وده من فقه الاسماء الحسنى كما يقول الامام الشافعي. كل ما يعني السنة تشرح يعني كل شيء في الدنيا او كل شيء في الحياة، والسنة تشرح القرآن، يعني القرآن كل اللي في السنة في القرآن، والقرآن يشرح اسماء الله الحسنى، يعني كل القرآن بيتكلم عن ربنا وبيتكلم عن اسماء الله الحسنى. ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا. يبقى كده يا جماعة الايات اللي فاتت ديت، ان ممكن عباد الرحمن دول، ممكن الانسان العالي ينزل، ممكن الملتزم يقف في معصية، ممكن، ولكن يقوم ويتوب ويرجع احسن مما كان بعد التوبة. طيب والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كرامة، كانت دي واجب المرة اللي فاتت، وقلنا مين اللي يعرف الرابط ما بين الايات ديت
آيات التوبة من الذنوب وما بين والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامة. قلنا مين اللي يعرف ما الفرق؟ ها؟ طب انت مقرب منها قوي، ماشي مقرب، قول جميل جدا، قربت انت كمان قوي. يعني بصوا يا جماعه، والذين لا يشهدون الزور، ان بعد ما تاب بقى فهم انه ضعيف، فهم انه بني ادم ضعيف، ما عادش بقى هيدخل بصدره كده قدام الفتن ويقول لك انا مش هقع، عاد عارف انه ضعيف. يبقى اذا واحد وقف على ناصية شارع مثلا وعينه انطلقت في الحرام مثلا، او دخل على موقع معين وعرف انه ارتكب ذنوب كتير، يقول لك انا تبت واتوضى وصلى ركعتين توب، وبعد كده يدخل على نفس الموقع، يبقى انت كذاب. ليه؟ والعياذ بالله يخشى انك تكون كذاب. ليه؟ لانك انت بتدخل نفسك، انت عرفت بقى انك انت بتيجي من هنا، ما عادش الشيطان يضحك عليك، انت عرفت ان الشباك ده ملخلخ عندك في الفيلا بتاعتك، فالشيطان وهو بيحوم هيدخل ليك منه، يبقى انت حصن النقطه دي بالذات بقى. يبقى والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كرامه، لو وقعوا بيبقوا اشد حرصا على انه يقفل مداخل الوقوع بعد كده. فلا يشهدون الزور. الزور الحسن البصري بيقول لك اعياد الكفار. طب جاب منين ان الزور اعياد الكفار؟ اصل اعياد الكفار زور على الله، يقول لك ربنا مات، استغفر الله العظيم، يعني تعالى الله ما يكون علوا كبيره، وبعد كده صحي، وبعد كده فهي زور. فمن هذا الباب يا جماعه، الزور ده زي برامج التوك شو كده، زور علمانيه ودعوه الى نبذ السنه ودعوه الى الخروج على الدين، زور زي اي حاجه، زي مواقع الالحاد على النت زور، زي مواقع العلمانية على النت زور، زي مواقع الربوبيين على النت زور، زي قلنا زي برامج التوك شو، زي كل هذه زور، زي اي مواقع مثلا للنصارى للأديان والملل الضالة زور. لا يشهدون الزور. طب لا يشهدون مش لا يقرؤون او لا يسمعون الزور، ليه يشهدون؟ شهادة، لان اهل الباطل زينوا الباطل بتاعهم، هوليود دي معمولة عشان الزور ده يتزوق، يمكيجوا الباطل. فده يعني يقول لك مسلسلات رمضان، مسلسل مش عارف الخليفة مين ولا مسلسل مين، هو عايز يجيب لك مفاهيم ممكن تكون باطل في شكل جميل، هو عايز يحط لك السم في العسل، هو عايز زي برامج التوك شو قائمة على افكار جذابة جدا وفي النص يحط لك السم بتاعها. يبقى اذا لا يشهدون مهما كان الباطل جذاب، مهما كان الباطل مغري، مهما كان الباطل في شكل افلام ومسلسلات واغاني وحاجات جذابة، لا، والذين لا، عنده حسم مع المعصية بعد كده، يبقى خرج من الذنب صلب، ما عادش سهل ان حد يضحك عليه بقى. يعني لو وقع مرة ما بيقعدش بقى يعني المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، ما بيقعدش يستهتر بدينه بقى، بيعرف انه ضعيف وبيعرف نقط الضعف بتاعته وبيحصن نفسه من هذه النقاط بعد كده. والذين لا حسم، لا يشهدون، يشهدون يبقى اذا الباطل متزوق ومتمكج ومعمول في شكل تمثيليات وافلام وكليبات وهو لا يشهد. هذا ما يتفرجش على التوك شو، ما يتفرجش على الكلام ده. ليه؟ لان الشبهات خطافة، الشبهات خطافة. لا يشهدون الزور، فالزور في معنى الشبهات. واذا مر الزور على الله، الافتراء على الله، واذا مروا باللغو مروا كرامة. اللغو ده بقى ممكن يبقى لهاوي والنوادي يعني فيها ممكن يبقى قريبة من الشهوات. اللغو ده انا ممكن انا وانت نقعد نتكلم في 3 ساعات في اي كلام في اي اتجاه، يعني ممكن تبقى قريبة من الشهوات. فاذا بعد ما خرج من الذنب بقى خايف على نفسه من الشبهات، وخايف على نفسه من الشهوات، وعارف انه ضعيف قصاد دي، وعارف انه ضعيف قصاد دي. اخ يفتكر نفسه بقى جامد ويدخل على موقع فيه شبهات كده مثلا على النت ولا حاجه، يقوم راي الكلمه كده ممكن تفضل تعبان بسببها شهور. قال لا، طب وانت تعبان ليه؟ ربنا بيعلمك ان ما تستقواش في دينك، ما تستقواش في دينك، عشان كده على الصراط في خطاطيف وكلاليب. الخطاطيف لمين؟ لمن خطفت قلبه الشبهات، والكلاليب لمن تكالبت على قلبه الشهوات. يبقى اللي وقع في الشبهات له خطاطيف، واللي وقع في الشهوات له ايه؟ له كلاليب. يعني القضية قضية انك لازم تخاف على دينك، فرض عليك
انك تحافظ على دينك، ده فرض. شفت انت مثلا فيش حاجة اسمها انك تبقى مثلا مستحم في الشتاء وتقوم خارج مثلا ايه من غير فانيلا في الهواء مثلا، يقول لها ده نتعب، ده انت بتخاف على دنيتك. لازم تخاف على دينك، فرض عليك انك تحصن دينك ضد الايه يعني ضد الايه. واذا مروا باللغو مروا كراما، اذا مروا باللغو مروا كراما. يعني يا جماعة يعني الكريم ده عكس اللئيم، اللئيم من الالتئام، حاجة التئمت بحاجة، يعني من جوه مخلط، يعني الاخ ده معدنه مش صافي اصلا، يعني جواه مشاكل. انما الكريم اللي جواه صافي خالص خالص، معدنه نضيف. يعني ايه مروا باللغو مروا كراما؟ يعني ممكن ينزل يدعو الناس الى الله ويخرج من الدعوة من غير ما يتوسخ، ما يتكلمش مثلا مع شاب وبعد كده يرجع والايه منظر المتبرجات اثر في قلبه. هو لم يتلوث، المجتمع لم يلوثه، يعني مش ماشي في المجتمع معناه تلوث، لا ده على طول بيعمل غسيل قلبي مستمر، غسيل ايماني في بيئه الايمان مستمر، فعلى طول بعد فتره بقى انسان طاهر من جوه. مع عشان كده في واحد ممكن يشوف متبرجه ماشيه في الشارع فايه يعني الفتن ونعمل ايه، واحد تاني يبص بقى يرجع من القرف. ليه؟ لانه شايف ان ده منظر ربنا بيغضب عليه، المنظر ده ربنا بيكرهه، المنظر ده لا يرضي الله ولا يحبه الله سبحانه وتعالى، فهو بقى نضيف من جوه، بقى نضيف. يعني عشان كده في سورة الحجرات ربنا جاب مقامين، مقام الاول اولئك الذين امتحن الله قلوبهم ايه للتقوى، ان يتعرض عليك المعصية وانت نفسك فيها، نفسك تبقى مكان الشاب ده، نفسك تبقى مكان اللي ماشي مع فلانة، نفسك تبقى مكان اللي بيعمل ده، بس انت خايف من ربنا فايه، فانت ربنا امتحنك بقى، امتحن الله قلوبهم للتقوى. ها دخلت امتحان، انت متقي ولا مش متقي؟ بعدها ربنا قال في سورة الحجرات ايه، وكره اليكم الكفر والفسوق والايه والعصيان. كره، يبقى بقت المعصية كريهة لقلبك، ما عادتش القضية قضية ان انت بتعصي، انك انت بتبعد عن المعصية وانت بتجاهد نفسك، ده انت بقيت بتكرهها، بقيت بتقرف من منظر التبرج، بقيت بتقرف من المعازف، بقيت. فده مقام الكريم اللي هو طاهر من جوه، اللي نضيف من جوه، اللي مش مخلط من جوه، يبقى ده مقام عالي جدا. واذا مروا باللغو مروا كرامة لا يلوثهم فساد المجتمع. لا ممكن شاب ينزل يكلم شاب ويخرج لقط بودنه كلمة أغاني، لقط بكلمة منظر فيه تبرج، لقط بودنه حاجة أو بعينيه حاجة فيرجع تعبان. الإنسان الكريم اللي لا يلوثه فساد المجتمع، وده مقام عالي. يبقى والذين لا يشهدون الزور، لا يشهدون، والزور هنا معرف بالألف واللام، واللغو هنا معرض بالالف واللام، يعني مش مثلا والذين لا يشهدون زورا واذا مروا بلغو مروا كرم. الالف واللام التعريف ازاي يا جماعه؟ انك تبقى عارف ان ده باطل. معظم الناس تقول له مثلا برامج التوك شو غلط، يقول لك ليه؟ طب عشان ايه؟ ده بيجيبه هو مش شايف يا عيني، غلبان، مش قادر، الفيروس سكانر بتاعه مش قادر يلقط الباطل اللي بيتقال في النص، يا عيني مش لسه الجهاز الايماني بتاعه من جوه مش شغال. فانك انت تبقى عارف الباطل وانت بتسيبه، وهو ده يا جماعه معنى وعباد الرحمن الذين يمشون ايه على الارض. على دي معناه ان الناس دي عاليه. يعني ايه عاليه؟ الناس دي عاليه في فهمها، الناس دي سايبه الباطل وعارفه انه باطل، فما بيضحكش عليه الباطل، ما بيجيلوش متمكيش مره فيضحك فيه عليه، ده باطل خلاص من اولها كده. برامج التوك شو ديت من 7 سنين ولا حاجة ولا 5 سنين، يعني والواحد بيصرخ من كام سنة، من قبل ما مبارك يسقط بكام سنة، يجي 3-4 سنين ولا حاجة والواحد بيصرخ في الفضاءات، يا اخوانا دول علمانيين يا جماعة، ازاي محدش عارف يقراهم؟ يا اخوانا دول علمانيين يا جماعة، ده مخطط لانتشار العلمانية تاني في مصر يا جماعة، خدوا بالكم، الناس دي بتتكلم في مشاكل اجتماعية فترة شوية وهيتقلب وحوش على الدين وعلى السنة وعلى اهل الدين. يا اخوانا اقفوا للظاهرة من اولها، ولكن للأسف بتلاقي كثيرين مش واخد باله اصلا، هو عايز يشوف الكفر كفر عشان يقول ده كفر بعد ما يكون رجله غرزت. بقى مين اللي يعرف ان الباطل ده باطل من اولها؟ من اولها كده المنظر ده باطل. والذين لا يشهدون الزور، يبقى مهما كان البطل جذاب ما بيضحكش عليه، مهما كان مشاهد وافلام ومسلسلات وبتاع ما يضحكش عليه، لا يشهدون الزور، انه بيسيب الباطل وهو عارف انه باطل. يبقى قلنا عباد الرحمن، عباد الرحمن يمشون على ده معناه الناس عاليه، عاليه في ايه؟ عاليه رقم واحد، عاليه في فهمها. زي ايه؟ حد يجيب لي شواهد. الشاهد الاول لا يشهدون ايه؟
الزور، واذا مروا بي اللغو. يبقى بيعتزل الباطل وعارف انه باطل، مش جاهل بيه. والا لو انت بعدت عنه النهارده وانت جاهل بيه، بكره هتقع فيه لو جالك في شكل تاني. طب من ضمن الفهم اللي عندهم ايه تاني؟ ها حد يقول؟ لا ده مش الفهم، ده لسه ده علو القلب بقى اللي بعدها. اذا انفقوا لم يصرفوا، ده برضو مش علو الفهم. انا عايز هنا ان الناس دي عندها عقلانية، الناس دي اهل فكر وفهم. اذا انفقوا لم يصرفوا ولم يقتروا، عنده توازن وفهم، يبقى علو الفهم. طيب وفي ملامح تانية كتير. طب علو القلب يبقى على ايه تاني؟ القلب، علو القلب ايه الملامح؟ يبيتون لربهم سجدا وقياما، يعني الصلاة هي اللي بتريحه مش النوم، يعني ويقدر يصلي. طب ايه كمان؟ ايه تاني في علو القلب؟ اذا ذكروا بآيات ربهم لم يخ، قلبه حساس بيلقط على طول، حتى وهو في غفلة اول ما تقول له كلمتين يرجع تاني يسخن تاني وينشط تاني وينطلق تاني، وهو كان جاي الدرس اصلا وهو مقفول وقلبه مقفول ومدبرس وحالته صعبة وحاسس ان هو في حالة فتور، يسمع كلمتين يسخن تاني، يبقى بيسخن بسرعة. ده معناه ان قلبه بيلقط بسرعة، زي العربية اللي مرشاها سليم تعمل المفتاح كده تقوم لقطة في ثانية. يبقى علو القلب. علو القلب ايه تاني؟ علو القلب. طيب العلو التالت علو العزم. علو العزم ان الناس دي عالية في عزمها. هي حد يجيب لي شواهد علو العزم. جميل جدا، ما كل ده، بس انا عايز حاجه في الجون، يعني حاجه ايه؟ وعمل عملا ما شاء الله، وعمل عملا صالحا، اشتغل شغل. طب وايه كمان علو العزم؟ ايه؟ اجعلنا للمتقين اماما، ده علو الهمه جدا. ماشي جزاك الله خيرا. ها علو العزم ايه تاني؟ لا ولا يزنون علو العزم. ماشي بس يعني علو احنا ها؟ الله ما شاء الله، سجدا وقياما ما شاء الله، جميل جدا. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. السجود ده علامة ايه؟ ليه السجود جه قبل القيام؟ رغم ان القيام في الصلاة قبل السجود، السجود ده علامة ايه؟ اقرب ما يكون العبد من ربه وهو فاكثروا فيه من الدعاء، يبقى السجود علامة ايه؟ الافتقار. انما القيام علامة ايه؟ لا علامة ايه؟ المجاهدة. القيام المجاهدة بقى، وانت عترطل وتطول، وافضل الصلاة طول القنوت. فالقيام في معنى المجاهدة، انما السجود في معنى الافتقار. فربنا جاب هنا السجود الاول ولا القيام؟ السجود. يبقى الافتقار قبل المجاهدة. يبقى لو عايز توصل لربنا، اوصل لربنا بربنا، لن تصل الى الله الا بالله. انك انت اوعى لما تلاقي نفسك مقفول، طب اعمل ايه بقى عشان اجاهد نفسي؟ فكر الاول انك تدعي ربنا وبعد كده تجاهد نفسك. يبقى الافتقار. فاحيانا ربنا يجيب الافتقار قبل المجاهده، واحيانا ربنا يجيب المجاهده قبل الافتقار، زي في اخر سوره العنكبوت كده، الذين صبروا وعلى ربهم ايه؟ صبروا. دول يعني حبسوا نفسهم على الطاعه، حبس نفسه عن الدنيا وعن شهواتها، يبقى فيها مجاهده، وعلى ربهم يتوكلون، ده في الافتقار. طب ليه ربنا يجيب المجاهده قبل الافتقار احيانا والافتقار قبل المجاهده احيانا؟ ليه المجاهده تيجي قبل الافتقار الاول؟ يعني صبروا وبعد كده يتوكلون. يعني ربنا بيقول لك صبر الاول وبعد كده قول يا رب، دي معناها ايه؟ ان الشبر الاول لازم يبقى منك انت، من تقرب الي ايه؟ شبرا تقربت منه ذراعا. الاول لازم انت تقدم. يبقى ما تقعدش كده بقى ايه في البيت، لو ربنا بقى ايه يبعت لي حد مش عارف ايه، لو ربنا إيه. ابدا اعمل اي حاجه ولو شبر واحد، ربنا يمن عليك وياخد بايديك سبحانه وتعالى. يبقى المجاهده بتيجي قبل الافتقار، لانك لازم تقدم الاول، لازم تقدم الاول. يبقى المجاهده بتيجي قبل الافتقار، ان لازم الشبر الاولاني منك وبعد كده اشوف فتح ربنا سبحانه وتعالى. انما الافتقار يجي قبل المجاهده زي سجدا وقياما. ليه؟ لانك لازم تفهم ان لو ما اتفتحتش من فوق مش هتتفتح من تحت، ان لازم ربنا يأذن، ان لازم ربنا يريدك، وان الله يهدي من يريد. ايها المعرض عنا، ان اعراضك منا، لو اردناك جعلنا كل ما فيك يريدنا. ان يريدك الله، هي دي القضية. طب كيف يريدك الله؟ ان تريد الله، انك انت نفسك تبقى عايز ربنا. كان احد يعني كبار الشيوخ في مصر يقول لي، انا ساعات افكر ربنا عمل لي كل ده ليه؟ ما لقيش غير حاجة واحدة بس، الرغبة ان انا عايز ربنا.
بس انا ما عملتش حاجة زيادة عن اي حد، بس انا عايز ربنا سبحانه وتعالى، راغب الى الله سبحانه وتعالى. يعني 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 طبعا هو بيعلمني حاجة وعايز يوصلي، مش تسكيت نفسي، هو عايز يوصلي معنى ان خلي كل رغبتك الى الله، خلي كل لهفتك على انك توصل لربنا سبحانه وتعالى، وانت ربنا هيدي لك اضعاف اللي ممكن يديه لغيرك في اي حاجة في فتح الدين او الدنيا. يبقى اذا سجدا وقيام، يبقى قلنا علو الفهم زي مثلا ايه والذين لا يشهدون الزور، يبقى بيبعد عن المعصية وعارف انها معصية، عارف الباطل مش جاهل بيه. طيب علو القلب قلنا زي يبيتون لربهم سجدا وقياما، ده ناس عظيمة في العبادة. طيب علو العزم قلنا زي سجدا وقياما، زي عمل عملا، زي يجزون الغرفة بما صبروا، الناس دي تعبت يا جماعة. طيب العلو النفس بقى، النفس المصيبة اللي جواك، الشيطان التعبان اللي جواك اللي بيطلع يلدغ فيك ويدخل يستخبى تاني في الجحر بتاعه، النفس الأنا، العجب، الكبر، النظر لنفسك، حب الثناء، حب انك ترى لنفسك مكان وسط الناس، حب انك لا تذم، حب الموقع، حب الرئاسة، شهوة الخفية، حب القيادة، حب انك تبقى اعلى من غيرك، انا خير منه، انك حاسس ان احسن من غيرك واحق من غيرك ونحن احق بالملك منه. يبقى النفس، علو النفس فين بقى يا جماعة؟ ها يمشون على مين اللي قالها هنا؟ مين اللي قال يمشون على الارض هنا؟ انت اللي قلت يمشون على الارض هنا؟ لا يا عم انا عايز السواكي دي، دي خد عبد الرحمن، خد يا حبيب قلبي، بس هتستعمله ما شاء الله. عبد الرحمن ما شاء الله ربنا يحفظه. عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، هونا مستهين. ايه الفرق يا جماعه بين يمشون على الارض هونا وبين سوره الملك لما ربنا سبحانه وتعالى قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق، امشوا في مناكبها وكلوا من رزق، زي ما انت مثلا في الدراسات فتقول لي ايه، تقول لي اقول لك انا جاي لك، تقول لي طيب ماشي انا قاعد مستنيك، فاجي لك ماشي، معنى ان انا جاي لك ماشي ان انا ايه، مش خايف انك تمشي، صح ولا لا؟ ما انا مش خايف انك تمشي، يبقى امشوا في مناكبها وكلوا من رزق، معنى ان هم بيسعوا رزقهم ماشي، ان هم مش خايف على رزقه، موقن ان اللي له هياخده، مش خايف على رزق. انما هنا يمشون على الارض ايه؟ هونا، يعني مش حزين على رزقه، يعني لو حاجة فاتته ما بيحزنش عليها. يعني ففي سورة تبارك عدم الخوف على الرزق، يقين، وفي سورة الفرقان عدم الحزن على ما فاتك من الدنيا، عدم الحزن، يعني اللي يروح من عند انت مش حزين على اللي راح، ما انت زعلان عليها. ودي مقامات نورانية عظيمة يا جماعة، ان قلوبنا ان احنا نقبل المعاني دي، ان قلوبنا تقبلها المعاني دي، احنا في كل آية بنحاول نعرضها. ها يلا قلب بقى هونة، يعني استهين بالدنيا، ما يهمكش، يعني ايه، احنا بنحاول نعرض المعاني على قلوبنا، ويا رب يعني ايه قلوبنا تقبل هذه المعاني، تقبل هذه الانوار. يلا يا قلبي بقى اليقين في الاخرة والتضحية بالدنيا، ان قلبك يقبل التضحية، قلبك يقبل المجاهدة، قلبك يقبل الزهد في الدنيا، قلبك يقبل الزهد في الناس، قلبك يقبل انه يتكسر عشان غيره وعشان اخوانه، انه يتذل لاخوانه. يعني دي معاني عالية يا جماعة. يبقى علو الايه؟ علو النفس يمشون على الارض ايه؟ هون. ومن علو النفس برضو يمشون ويبيتون الجماعة، انه فضل وسط اخوانه، مش هتقدر تفضل وسط اخوانك الا لو كسر نفسك لاخوانك، لانك هتلاقي ده غلس، وده قال لك كلمه ضايقتك، وده عمل معاك موقف ضايقك، وده فعشان تفضل وسط اخوانك وتثبت لازم تستحمل منهم كتير، فده في كسر نفس. يبقى والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كرامه، ترابطها مع اللي قبلها، مع الذنوب اللي تابوا منها قبلها، ايه؟ ان الناس دي بعد ما ربنا انقذها من المعاصي عرفت ان الله حق بقى، ما عادتش بتلعب بعد كده، ما عادتش سايبه باب موارب الشيطان يدخلها منه، بقت خايفه على دينها، خايفه على دينها، محصنه دينها، لا يشهدون الزور، مش ممكن هسيب لا برنامج توك شو ولا حد يلعب في دماغي ولا حد ولا حد يدخل في الهارد وير ويحاول يغير. واذا مروا باللغو مروا كراما، اللغو، طب اللغو فيه ايه؟ ده شويه ترفيه عن النفس، ده شويه السلام عليكم، انا عارف طريقي وما عنديش وقت، وعارف ان انا ضعيف، ممكن الكلام ده يدخلني في المعصية بعد كده. فقد يتركون كثيرا من الحلال خوفا من الوقوع في الحرام، وهو ده اللي بيسمى في الدين ايه بقى؟ ايه الايه؟
التقوى ايه الورع. التقوى غير الورع يا جماعة، يعني الورع انك ممكن تسيب كثير من المباح الذي تعلم انه مباح خوفا من الايه، خوفا من الوقوع فيه الحرام. طيب، والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. الله، والذين اذا ذكروا بايات ربهم هيذكر فين؟ وهنا ضمير الجماعة ذكروا، يعني ده دول مجموعة قاعدين بيتذكروا في مكان، يبقى ده بيئة الايمان، يبقى الناس دي عايشة في بيئة ايمان. طب ذكروا دي بضمير الجماعة بتعني ان الاخ ده ما عندوش ثلاث مشاكل، الاخ ده ما هوش عامل فيها شيخ، ما هوش عامل فيها شيخ. انا كبرت على ان انا احضر دروس، دي من مصايب الاخوة، كبرت على ان انا احضر دروس. يا ابني بيئة الايمان دي عاملة زي الحبل السري للجنين، بيئة الايمان والدروس والاتصال باخوانك في الدروس دي الحبل السري لالتزامك. اوعى تعمل زي جنين في بطن امه لقى الحبل السري مضيق حركته قال لك اقطعه عشان اعرف اتحرك في الرحم على راحتي، بيضيع نفسه. اوعى اصل انا عايز انطلق لوحدي، اصل انا هتضيع نفسك. يبقى اذا عشان كده فاتحت سورة الحج ان زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل مرضعة كل مرضعة عما ارضعت، قال لك نزلت في الجهاد في بني المصطلق، يعني بعد 20 سنة من اسلام ابو بكر ونزل له يوم ترونها تذهل كل مرضعة. انا بقى 20 سنة ملتزم وانا لسه بسمع عن يوم القيامة. اوعى تكبر على انك انت تسمع لحد ما تموت. بيئة الايمان دي حبل سري لايمانك الى ان تموت، اوعى اوعى تنقطع عنها. يبقى اول حاجة انه مش عامل نفسه شيخ، انه بيعرض نفسه لبيئة التذكرة. تاني حاجة انه مش عامل نفسه اخ مهم. يعني ايه اخ مهم؟ لا انا مش عايز احضر وسط الناس كده بقى ايه في الاعداد العامة ديت، انا عايز ايه جلسة خاصة، انا عايز قعدة خاصة. يا ابني طب ما اللي بيتقال في العام ولا بيتقال في الخاص؟ بل اللي بيتقال في العام ممكن يكون اقوى 1000 مرة من الالف الخاص. ليه؟ لان اللي بيتقال في العام ده رزق الجميع، ده رزق عام، انت ما تعرفش ده رزق مين، فانت بتاخد رزقك ورزق غيرك، انما في الخاص انت بتاخد رزقك بس. يعني عاملة زي ايه الدرس العام ده، عامل مثلا زي ايه، زي مثلا الارزاق بتاعت 100 واحد دول اتحطت كده في مكان وهيتنسخ منها 100 نسخة للجميع، فكل واحد منكم قاعد في كلمة ربنا اطلقها على لساني عشان ده هو، وفي كلمة ربنا اطلقها على لساني عشان ده هو، وفي كلمة ربنا اطلقها على لساني عشان ده هو، وفي كلمة ربنا اطلقها على لساني عشان ده هو. فانت قاعد خدت ايه؟ ارزاق غيرك كلها، انما في المجلس الخاص انت ما خدتش غير رزقك انت بس. فانت في المجلس العام ده مليان بركات لا تتواجد ابدا في المجالس الخاصة، لا تتواجد مثلا في الاخ ايه، لا انا عايز مجموعة علمية خاصة، انا عايز جلسة ايمانية خاصة، انا عايز. فمش عامل نفسه فيها اخ مهم. والذين اذا ذكروا، قاعد وسط الناس عادي، مش عازل نفسه عن الناس، قاعد زيه زي غيره. واركعي معه مع الركعين وسط الدنيا. عشان كده في الفتحة اياك ايه نعبد مش اياك اعبد، من ضمن معانيها ان نعبد عشان لازم تبقى وسط الجماعة، ومن ضمن معانيها انك لازم تعبد ربنا وسط بقية الناس، تبقى واحد من الناس. لا تطلب خصوصية في الدين، اللي بيطلب خصوصية عشان يتعلم الدين او يفهم الدين ده بعد كده بيبقى نفسيته وحشة، لما بيجي يطلع بقى يشتغل في الدعوة كده ممكن يبقى نفسيته مش كويسة والعياذ بالله. خليك بين الناس، خد البركة بتاعت جماعة المسلمين ده. يبقى اول حاجة مش عامل نفسه شيخ، مش كبير انه يذكر، ما بيتكبرش انه يذكر وانه يتنصح وانه ينتقد. عمر بن الخطاب بيقول رحم الله امرئا اهدى الي عيوبي، بحزن لما الاقي واحد بينصح واحد بطريقة رخمة او طريقة غلسة فالتاني يزعل. تزعل ليه؟ جزاه الله خيرا. يعني واحد اداني 1000 جنيه بس ايه في ورقة قديمة كده وقام خبطها في وشي، يا 1000 جنيه جزاك الله خيرا. هو يا عم اداك النصيحة بس بطريقة مش ظريفة. التكبر على النصيحة اللي جت بصورة مش لائقة ده حاجة وحشة جدا نفسيا. يبقى اذا مش عامل نفسه شيخ. تاني حاجة مش عامل نفسه اخ مهم، انا عايز حاجة خاصة عشان اقدر. تالت حاجة مش عامل نفسه فلوطة، يعني ايه حطت نفسه وسط الناس؟ يعني ايه؟ يعني مش فاكر انه لوحده هيقدر يوصل، عارف انه لازم يبقى وسط الجماعة في بيئة الايمان عشان يوصل لربنا. والذين اذا ذكروا
ذكروا جماعة. يبقى الكلمة دي اتخرجنا منها بثلاث معاني. اوعى في يوم من الايام تحسب نفسك بقيت شيخ كبير انك تحضر دروس. اوعى في يوم من الايام تقول انا عايز مجلس خاص. خليك وسط الناس وخد رزقك ورزق غيرك. اوعى في يوم من الايام تفتكر نفسك فلوطة هقعد في بيتي واوصل لربنا. الشيطان هيلعبك كورة، هيلعبك كورة، هيعملك يويو كده في ايديه. خليك وسط اخوانك، الشيطان يترعب انه يقرب منك باذن الله سبحانه وتعالى. والذين اذا ذكروا. طيب اذا ذكروا يعني ايه ذكروا يا جماعه؟ هو اللي بيذكر ده معناه انه كان ايه؟ كان ناسي. جميل جدا، ايوه الله اكبر. طيب يعني معنى كده ان الناس دي بتنسى؟ الله، يعني الناس دي مش على طول مشحونه؟ الناس دي مش على طول قلوبها في السماء وقلوبها عايشه مع المعاني الايمانيه العاليه وقلبه عايش مع الانطلاق الى الله؟ هي الناس دي بتغفل برضه وبيجي عليها فطور وبيجي عليها فترات تلاقي ايمانياتها نازله وبيجي عليها فترات غفله يتشغل في الدنيا وينسى الدين والاجتهاد، وتلاقي جاله اسبوع كده تقابله تحس ان عينيه تايهه كده والدنيا واخداه ومشاكل الدنيا خاطفه قلبه، والابتلاءات اللي في حياته خاطفه قلبه. هي الناس دي بيعدي عليها كده؟ بيعدي عليها كده. الله اكبر. طب ايه الرابط ما بين ايات التوبه من الذنوب اللي قلناها ولا يزنون وبين والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا؟ ايه الرابط؟ في حديث للنبي اللي هيقوله هياخد سواك. ايه الرابط ده في غايه الروعه، حتى السواك تخين اهو كمان. والذين بين ولا يقتلون النفس ولا يزنون، بين التوبه من المعاصي انهم وقعوا في المعاصي بس تابوا، وبين والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، ان هم وقعوا في الغفله بس ايه فاقوا. طب نشوف الراجل ايه. لا ده ديت الا من تاب وامن. لا يزن زاني، احنا لازم هو مؤمن ان ساعه المعصيه كان والعياذ بالله يعني ايه، انما الوقت هقول ايه سامع. لا قول يا صلاح. لا ايه هو ما قالهاش غير صلاح. خد يا ابني خد. ها لا نزل ايدك عشان بس تبطح عشان تيجي في الدماغ على طول. خد الدهان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مؤمن. بص في الايات بقى كده وانت بتسمع الحديث ده. ما من عبد مؤمن، ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. اسمع، إن المؤمن خلق مفتنا توابا. دي فين؟ مفتن يعني هيقع، هيقع يعني مفيش فايدة، هتقع هتقع هتعصي تعصي، بس توابا يعني كل ما بيقع إيه؟ بيتوب. عشان كده تواب بصيغة المبالغة على وزن فعال، كل ما يقع يقوم، كل ما يعصي يتوب. يبقى دي فين؟ ولا يزنون إلا من تاب. نسيا إذا ذكر ذكر، يبقى دي فين؟ والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. يبقى الآيات جابت، يبقى النبي قال لك إن مفيش مؤمن إلا وعنده ظاهرتين، هيقع في ذنب هيقع في ذنب، ولكن مفتنا إيه؟ توابا، هيتوب إلا من تاب. نسيا هيغفل هيغفل، ويجي له ايام الدنيا هتشده، حتى لو شيخ الاسلام، حتى لو داعية الدعاء، هيجي له ايام هيلاقي مشاكل الدنيا، وهيجي له ايام تانية قلبه في السماء. مش على طول بقى هيبقى قلبه في السماء، ومش مهم الابتلاء، والمهم ان ربنا بيعاملني وانا فرحان بالابتلاء، والدنيا تيجي ولا تروح، انا المهم ان انا مع ربنا، وانا مش عايش بقلبي مع الدنيا، ده انا عايش بقلبي مع الاخرة. مش هيفضل كده على طول. نسيا هيجي ايام هيلاقي الدنيا شغلاه، والابتلاء اللي عنده شغله، وهيلاقي نفسه الدنيا واخد قلبه. ولكن نسيا ايه؟ إذا ذكر ذكر. إذا ذكر ذكر، أول ما يسمع درس ولا شريط ولا يقعد في قعدة إيمانية مع إخوانه يفوق على طول ويرجع تاني. يبقى هي الآيات، يبقى الآيات بتاعت عباد الرحمن الذين ينالوا الفردوس الأعلى في الجنة. ربنا جاب فيها الظاهرتين، ظاهرة أنهم يعصون ولكنهم يتوبون، وظاهرة أنهم ينسون ولكنهم إذا ذكروا يتذكرون. يبقى عشان نعرف، وما بين الاتنين دول
ما بين مفتنا توابا وما بين نسين اذا ذكر ذكر، ايه الايه اللي ما بين الاثنين؟ لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما. يبقى ما بين الاثنين برضو مش معناها، يعني معناها ايه بقى؟ ان انت والله اعلم بمراده، ان انت مش معنى كده ان ما انا عارف ان انا هعصي هعصي، ارمي نفسك بقى في بركه الطين يا عم وانت، لا ده بيستعبط، ده مجرم، ده اللي بيستهين ده مجرم والعياذ بالله. انما ده معناه ان هو بيحاول وماسك على دينه وعامل وقايه ضد المداخل اللي الشيطان بيدخله منها، وكل مره بيعصي بيخرج منها فيه مدخل من مداخل ضعفه ويحصنه، ولكن هو عارف انه لما بيقع ما بيقعدش بقى انا وحش انا منافق انا ضايع انا مش عارف الكلام بقى الايه الهبل بتاع الاخوه ده، اللي هو ايه فاكر بقى انه لما يعمل كده بقى ربنا يرضى عنه، لا ده كده اهبل والعياذ بالله، ده كده انسان اصلا ضعيف العقل ضعيف. انا يعني قلت لكم مره اللي فاتت، انا لو عندي شركه وعايز موظفين مش هختار موظف ساذج بالمنظر ده شغاله عندي، فما بالك بملك الملوك؟ يعني النوعيه دي نوعيه اللي هو بقى ايه انا عصيت انا يا ابني ما تقوم وتوب، قال له ما تقوم سيدنا موسى ماشي رايح للخضر ها فقال لك ايه، فلما جاوز عدى المكان، عدى خلاص عدى مراد ربنا، عدى المكان اللي مراد ربنا انه قابل خضر فيه، عدى لما عرف ان هو كده مشي في طريق مش هو الطريق اللي مطلوب منه، عمل ايه؟ فارتد. فارتد ده زي ما اخبط كره في الحيطه تقوم ترتد ليها في لحظه في ثانيه، اما قلب وشه وقام راجع، ما عادش بقى انا مشيت غلط انا ضيعت وقت انا راح عليا وقت انا اتاخرت انا، هو ايه ده؟ ايه الهبل ده؟ الاخوه دماغها، مين اللي دخل في دماغنا ان الهم ده عباده؟ مين اللي دخل في دماغنا ده؟ اللهم اني اعوذ بك من الهم. يا ابني العباده انك تصلح، ما تقعدش تحبط فيها انك على طول طل. والتاني نسيا، ما عادش بقى شوف قلبك، شوف بقى انت مشغول بالدنيا دلوقتي عشان تعرف انك وحش، انت ما فيش فيك فايده، انت قلبك مش هيطلع، انت حتى لو جالك يومين عشت فيهم مع معاني ايمانيه انت مش هتقدر تكمل. ايه ده يا عم؟ اسمع لك درسين ولا انزل فوت على اخ نشيط ايمانيا ولا روح اعمل اي حاجه من الحاجات اللي بتشحن لك قلبك اللي انت عارف ان فيها، ولا روح زور مقابر ولا اعمل اي حاجه ولا اقعد استغفر ربنا عشان قلبك يجلى من الهم اللي ركب عليه. شوف يا ابني حاجه تشحن لك قلبك، خليك عملي يا ابني. يا اخوانا خليكوا عمليين. وديت اللي بهراني في قول الله، والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين ايه؟ اماما. وانا بسبق، انا لسه ما وصلتلهاش، بس انا عايز الوقت اجعلنا للمتقين اماما. دي فيها اربع صفات، اربع صفات. الصفة الاولانية انه انسان عملي، يعني اجعلنا للمتقين ايه؟ اماما، مش دعاء. الداعية هو الذي يدل الناس على الدين بقوله، اما الامام فهو الذي يدل الناس على الدين بعمله بفعله، قدوة عملية. يبقى ده انسان عملي، فاهم ان الناس مش هتتغير بالكلام، الناس مش هتتغير غير لما تلاقي اهل الدين نفسهم بيطبقوا الكلام اللي بيقولوه. قبل ما الناس مش هتتغير غير لما تلاقيك معاك حاجة غالية وبتطلعها لهم هدية عشان يلتزموا يعرفوا ان الدنيا رخيصة. لما النبي طلع غنم بين جبلين صفوان بن أمية اسلم ليه؟ صدق ان في اخرة، ما مفيش واحد مش مصدق ان في اخرة هيقدر يطلع غنمة واحدة، اللي طلع غنم بين جبلين ده ممكن ان هو في اخرة. فالناس صدقت ان في اخرة لما لقتنا بنعمل ايه؟ لما لقتنا بنتكلم عنها ولا لما لقتنا بنضحي عشانها؟ بنضحي عشانها. ابقى قابلني بقى اقعد اتكلم، ان اطلع منبر هنا وصوت وهات اربع ندبين حواليك واقعد اندب على الاخره، والله لو ادنت الناس مش هتصدق، والناس هتبص لك وانت بتتكلم ان شاء الله عم الشيخ، بص عم الشيخ من ايديك، لمسه عم الشيخ، لحسه عم الشيخ، الله يكرمك ده انت شيخ بركه، كلامك دخل من هنا طلع من هنا على طول، الله اكبر ولله الحمد. اقعد اتكلم زي ما انت عايز، الناس مش هتصدق ان في اخره غير لما تلاقينا بنضحي عشانها، مش بنتكلم عليها بنضحك. ساعتها اتكلم عن الاخره كلام بسيط الناس هتعيط. ليه؟ لانه قاعد مصدق، بيسمعك بالتصديق واليقين مش بيسمعك. انما الناس دلوقتي منصرف عن الدين. هات لي اي موبايل واحد ماشي في الشارع، اي موبايل راجل ماشي في الشارع هتلاقي عليه نمره سباك وجزار وميكانيكي ونمره المحل اللي بيجيب منه الفراخ ونمره السوبر ماركت، هتلاقي عليه نمره عالم من العلماء؟ لا،
طب ليه كل نمر خلق الله ومهن الدنيا عنده انما نمر تعلم؟ لا، هو مش حاسس انه محتاج الدين. ناس زهدة في الدين يا جماعة، ناس زهدة في الدين. ليه؟ لان احنا نفسنا حولنا لهم الدين لكلام، كلام في كلام، مكلمة بقى، اقعدوا بقى ايه اقلبوها مكلمة. هل الكلام في يوم من الايام بنى شركة؟ هل الكلام عمل زراعة؟ هل الكلام عمل صناعة؟ هل الكلام اقام حضارة؟ يعني احكي لكم قصة كفاح، راجل مصري اسمه نجيب سويرس، ها اراد ان هو يغير مسألة الاتصالات في مصر، فجمع مجموعة من الشباب وطلع على كرسي كده قالوا يا شباب يا شباب الاتصالات دي مهمة جدا، والاتصالات دي هتقرب ما بيننا وهتخليك وانت في الشرق بتكلم اخوك اللي في الغرب، الاتصالات وبعد كده ان شاء الله الاسبوع الجاي بقى نتكلم على الاتصالات تاني. الناس جت بقى لقيته بيقول يا جماعة العالم وصل الامر بالاتصالات، يا جماعة الاتصالات ده هتخلينا نلحق بركب الحضارة، الاتصالات ان احنا نعمل اتصالات. بعد كده نزل بعد كده الخطبة المرة اللي بعدها يا جماعة الاتصالات ده هتخلينا مليارديرات، الاتصالات دي بتجيب ملايين ممليانة، ده الاتصالات دي بتجيب فلوس لبعد بكرة. لو كان عمل كده كان بقى من اغنى 100 ملياردير في العالم؟ كان زمانه قاعد مستنى حد يشحته اي حاجة عشان ياكل. انما لما يعملوا اوراسكوم تيليكوم ويعملوا يغير اشتغل. قول لي ايه بقى الارض اللي اتزرعت بالكلام؟ المصنع اللي دار المكان بتاعه بالكلام؟ الحضارات اللي انشأت بالكلام؟ مش بالكلام يا ابني، بالعمل، نفذ. يبقى واذا واجعلنا للمتقين اماما، اول حاجة اول صفة فيه انه انسان ايه؟ عملي، دينه مش كلام. انا وحش عم الشيخ، انا مرائي. ده انت مرائي وستين مرائي ومنافق وستين منافق وانا قبلك، هو ده فيها شك يا ابني؟ يا ابني بدل ما تقعد تعيط انا عندي كحة، انا عندي كحة، ما تاخد دواء كحة يا ابني. الفكر العطبان ده جبناه منين؟ فكر الندبات ده اللي عندنا ده، انا وحش انا ضايع يا ابني. طب ما تشتغل، هو في واحد قاعد في بيته انا معيش فلوس؟ طب ما تنزل تشتغل، بس شغل اهو، هو انت عايز ايه؟ مستني ايه؟ يبقى اول حاجه فكره عملي، عايز يزود ايمانه، زياده الايمان بانه يعمل اعمال صالحه ويجتهد في الاعمال الصالحه، عاوز يتوب من الذنب. التوبه من الذنب مش انه يقعد يندب على نفسه، التوبه من الذنب انه يعمل اعمال تكفر السيئات، كل حاجه كده اتبع السيئات الايه؟ الحسنه. خليك عملي، اتبع السيئات الحسنه، مش اتبع السيئات العياط، اتبع السيئات الحسنه. قوم عوض، اني لا يغان على قلبي، بلاقي كده ايه القلب كده اتغير. طب والحل بقى ايه؟ حتى ايه؟ استغفر الله 70 مرة وفي الرواية 100 مرة. الحل عملي، انسان عملي بتاع عمل صالح، بتاع شغل، مش بتاع هلاوس. تاني حاجة، واجعلنا للمتقين اماما، انسان علمي. احنا قلنا اقوى تفسير للسلف اجعلنا للمتقين اماما، اي اجعلنا نأتم بمن قبلنا حتى نصلح ان يأتم بنا من بعدنا. يبقى انت عايز تبقى امام يعني قدوة للي وراك، اقتدي بالشيوخ اللي قبلك. يبقى انسان بالتعبير بتاعنا سلفي، مرتبط بالعلماء، مرتبط بدروس العلماء، مرتبط بقى. عشان كده في الاخر اولئك يجزون الغرفة. وصل للقمة ليه؟ لانه صاحب اهل القمة، لانه مشي وراء اهل القمة، مشي وراء اهل العلم. جعلنا المتقين اماما، ده مش علو همة في القيادة، ده علو همة في الاتباع. ده الاول مشي وراء العلماء، فبعد سنين بقى اللي وراه ماشي وراه، لانه مشي في الطريق المظبوط. يبقى اول حاجة انسان عملي امامة، تاني حاجة انسان علمي، جعلنا المتقين اماما برضو مشي وراء العلماء والعلم. تالت حاجة انسان رباني، رباني. واجعلنا، عارف ان عمره ما هيعلى في الدين غير بالله، اجعلنا يبقى ايه؟ عارف انها بالله. رابع حاجة انسان واقعي، اجعلنا لمين؟ للمتقين، مش اجعلنا ايه؟ ايوه، مش اجعلنا للناس. لا يمكن الدنيا كلها تبقى شيوخ يا ابني. في اخوة دماغها في الدعوة راكبة انه عايز يخلي كل واحد يدعو شيخ. يا ابني الدنيا كلها مش هتبقى شيوخ،
هو عايز كل الناس تلبس الجلابية القصيرة وتطلق لحيتها وما تاخدش منها حاجة وتزهد في الدنيا وتطلب العلم وتحضر الدروس جميع. يا ابني ده اللي بيعمل الحاجات دي، اللي عايز يسبق بقى في الدين، اللي عايز يصحب بقى الانبياء في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. انما معظم الناس ما عندوش الهمة دي. عشان كده وجعلنا للمتقين فاهم، هو بيدعو الناس للخير وبيعلي الرغبة، ولكن بيقبل من كل واحد القدر اللي هو اداه. يبقى ما بيقعدش يعذب نفسه. الناس كلها، الستات كلها مش ماشية منقبة. يا ابني عمرهم ما هتنقبوا كلهم، عمره ما هيحصل. هتلاقي اللي هتتنقب ولا هتختبر ولا تلبس اسدال ولا تلبس اشارب. هي الدنيا كده همم بقى في الطريق الى الله سبحانه وتعالى. يبقى ما بيحبطش نفسه، ما بيحطمش نفسه، مش حاطط لنفسه اهداف وهمية عمرها ما تتحقق. هو عايز مصر تبقى 90 مليون ملتحي ومنقبة، عمر مصر تبقى 90 مليون. ده سنة ربنا في الخلق، ده مش ده سنة ربنا في الخلق كده يعني. فانسان واقعي عارف ان مش كل الناس هتيجي تحضر درس زي ده، مش كل الناس هتدخل معهد اعداد دعاء، مش كل الناس هتروح تحفظ قرآن. فبيقبل من الناس طاقتها وايه، وفاهم الفرق ما بين المتقي وما بين اللي اقل تقوى منه. فانسان واقعي. يبقى تاني، ان المؤمن اذ خلق مفتنا توبا. خلق هو كده، ده اصله كده. مش يعني ايه يعني ما تحبطش بقى، ما تلاقي نفسك كده. المهم انك تقوم مفتنا توبا نسيا اذا ذكر ذكر. ما بين الاثنين دول والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما. يبقى الانسان ده بيحافظ على دينه، بيخاف على دينه. يعني مش لما يقع يقول لك انا اعمل ايه بقى، انا لازم اقع، ده استعباط. ده لا، انت لازم تحصن نقاط الضعف اللي عندك. انت عارف ان الستات نقطة ضعف عنك. ما تجيلكش بقى اخت تتصل بيك في التليفون وتقولك انا عايز اتوب توبني. ما تشتغلش نفسك بقى، ما تدخليش بقى على منتدى مختلط وتقول اصل انا مش عارف ايه. انت عارف ان دي عندك، انت عارف ان انت شهوتك في موضوع الايه، مثلا العاده السريه مثلا بالليل مثلا صعبه ولا حاجه. ما تجيليش بقى ايه تفطر لي لحمه وتتغدى فراخ وتتعشى لي سمك وتروح مثلا من الساعة. لا، اجهد نفسك في العبادة بقى، خليك تنام على السرير كده وانت ايه خلاص مقتول. انت بتنام قبل ما تحط جنبك على السرير اصلا. اجتهدت وعبدت وصليت وعملت وعملت وعملت، تبقى انسان فاهم نقطة ضعفك وتحاول تصلح. اما تقع بعد كده مفتنا توابة بقى، قوم وتوب، قوم وتوب وخليك عملي. انما ما تبقاش مستهين وانت عارف ان دي نقطة ضعف عندك. والذين اذا ذكروا بايات ربهم، ذكروا بايات ربهم معناه ان القران هو مصدر الشحن بتاع قلوبهم. بايات ربهم، طب ايات ربنا نوعين يا جماعه، ايه هما النوعين؟ ايوه ده قرانيه، بس كونيه وقرانيه، كونيه وقرانيه. من المصايب ان احنا دايما لما بنسمع كلمه ايات ربنا يبقى هي القرانيه والكونيه. يا ابني معنى انك بتبص في السماء قلبك ما بيتحركش، ده مصيبه. مصيبة زي بالظبط انك بتسمع سورة الملك قلبك ما بتحركش. عشان كده ربنا قال لك اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ الآيات الكونية باسم ربك الذي خلق الآيات الكونية. لازم ترتبط بالاثنين، لازم. عشان كده والذين اذا ذكروا بآيات ربهم، دلالة ان آيات ربنا هنا هي القرآنية والكونية. ايه؟ ها حد يخرجني من الآية دلالة ان الآيات هنا هي القرآنية والكونية؟ جميل جدا. معلش بقى شيخ حسام بقى الراجل الطيب ده، هو سبقك وجابها بالتفصيل. خد يا عم السكر. ايه؟ ما هو قالها كمان، هو كمان، بس انت يعني انت بتنزل له؟ خد يا عم يلا، بس استعمله. ده سواك بالتضحية ده يعني محطوط في نية. انت لم يخلوا عليه صما عن آيات الله الايه؟ قرآنية. عميانا عن آيات الله الايه؟ كونية. يعني هو ممكن يا جماعة فعلا شاب او واحد مننا يعصي ربنا وما يبص في السماء يتوب؟ سمعتوا عن حد عمل ده قبل كده؟ يعني سمعنا مثلا عن واحد سمع درس الشيخ محمد حسان تاب، انما انت سمعت عن واحد بص في السماء تاب؟ طب امتى هنعلى بقى للمستوى ده؟ امتى بقى تبص للقمر والشمس كده قلبك يتخلع وتقول استغفر الله العظيم انا تبت اليك يا رب؟ امتى؟ يبقى دول حطوا نفسهم في بيئة الإيمان. إذا ذكروا بآيات ربهم معناه إن هم جوه بيئة الإيمان، وإلا هيذكر في إيه؟ ما هو مين اللي هيذكرك؟ هو أنت في بيئة الغفلة في حد فاكر حد؟ ولا حد بيبص في حد؟ ولا حد بيتكلم في الدين أصلاً؟ يبقى معناه إن ده حط نفسه في بيئة الإيمان، فأول ما جه يقع لقى اللي إيه؟ اللي يشده، تعال أقع كده.
ما عملناش من زمان بقى ده. واه تعالى بس اقف هقول لك كده. تعالى اقف اقف كويس. ها اقع بقى. يا سلام يعني ده اقع بجد. ما بجدش تقدر ما هجيبك ما تخافش ما دام في بيت امانه تتجاب ما تقلقش ان شاء الله باذن الله. ال لا يعني اذا ذكروا بقيت الرابين دول موجودين في بيت تذكره فاول ما جم يقعوا لا قول لي بفكرهم. انما التاني ده يا عيني قاعد بقى ايه يعني مع نفسه ركب القطر الفرنساوي. والذين يقولون ربنا هب لنا وخد بالكم يقولون ديت مضارع مستمر يعني الناس دي يعني مش بيطلع في دماغه كده طالعه انا عايز اهتم بمراتي واهتم باولادي واهتم بهم ايمانيا ويسخن له يومين وبعد كده ايه يوم نايم له بقى سنه ما يفتكرهمش. يعني مش من النوع اللي بيسخن ويفصل لا ده لما بيدخل في حاجه بيفضل طول العمر فيها بقى. والذين يقول مستمر انسان عنده الاستمرار يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين شايل هم اسرته واجعلنا للمتقين اماما شايل هم امته يبقى شايل هم ايه اسرته وامته. طب ليه هم الاسره جه قبل هم الامه؟ لانك انت جزاك الله خير. لانك انت لو بيتك بايظ مش هتعرف تخرج للمجتمع سليم. البيت الاسره الاسلاميه المستقره هي اللي بتخرج للمجتمع. طفل ابنك بيخرج يدعو على الله من هو طفل، مراتك بتدعو الله، انت بتدعو الله، لان البيت هي مستقر. انما لما بيوتنا تبقى مليانه مشاكل. فعشان كده ربنا هب لنا دي هبه من الله من ازواجنا وذرياتنا ايه قرة اعين. قرة اعين يعني ان الولد واد يبقى ظابط واد يبقى مستشار. كان زمان بقى يبقى دكتور ومهندس والكلام، دلوقتي خلاص عم شيخ مصر الجديده بقى قاضي مستشار حاجه كده من اللي هي الايه اللي بيعرفوا يخوفوا الناس يعني. حسبنا الله ونعم الوكيل. فهب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. قرة اعين يعني ايه؟ يعني انا لا تقر عيني يا رب الا لما اشوف مراتي واولادي اهل دين. ده بيسموه مزاج الانبياء. يعني ايه مزاج الانبياء؟ ان عايز الدنيا كلها بقى الدين، ان لا تقر عينه الا لما يلاقي الدين منتشر في الدنيا كلها. يبقى بقى كده رغبته في الدين مش في الدنيا، رغبته ان الدين يملى حياه الناس. يبقى الراجل ده يا جماعه والذين اذا ذكروا بايات ربهم عاش في ايه؟ ذكروا بايات ربهم عاش في ايه؟ بيئه ايمان. هب لنا من ازواجنا وذريتنا عايز يعيش بيته في بيئه ايمان. اجعلنا للمتقين اماما عايز يعيش الامه في بيئه ايمان. يبقى الراجل ده مش بيفكر في نفسه بس، ده لما بيعلى يمشون على، لما ربنا علاه فكر في ايه؟ ها؟ انه يعلي كل اللي حواليه. يبقى لما ربنا علاه كان اهم حاجه عنده ان كل اللي حواليه يعلو، مش بيفكر في دينه بس، بيفكر للي حواليه. طيب اللي بيفكر للي حواليه ده انسان نبيل وبيفكر يعني معطاء ولا انسان اناني؟ معطاء. لا اناني. ليه؟ ما انا حبيبي لما انا هتعب معاك اسبوعين وانت تبقى راجل جنبي انت بكره هتزقني لما انا اجي. يعني انا لما بفكر في، انا لما فكرت في بيت مراتي واولادي دخلت لقيتهم عاملين مجلس ذكر، انا عملت ايه؟ انا حولت بيت البيت ايمان. مين اول واحد منتفع منها؟ انا لما دعيت اصحابي في الدراسه ولا في الشغل، حولت شغلي او دراستي البيت ايمان، فمين اول واحد بقى مستفيد منها؟ انا. يبقى انا لما اتشغلت بغيري انا تعبت معهم شويه، ولكن بعد كده انا حياتي كلها بقت بيت ايمان. وده من ثمار الاخ المجتهد في الدعوه، انه بيجتهد في بيته وبيجتهد في دراسته وبيجتهد في شغله، فبعد فتره بيبقى معاه بيئه ايمان في بيته وبيئه ايمان في شغله وبيئه ايمان في دراسته، معاه اتنين تلاته في كل حته بيعبد ربنا معاهم. فبيجني ما لا يتخيل من الثمر بعد كده. والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. في مثل عامي كده شعبي ممكن تخرج بيه من الايه ديت. ايه المثل الشعبي اللي تخرج بيه من الايه ديت؟ ان الستات ذكرت الاول وبعد كده الامامه في الدين. مثل شعبي كده مشهور ان 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 ذكر الاول زوجته وبعد كده ذكر الامامه. ايوه يا سيدي طبعا ما حدش غيرك، ما حدش هيسبقه فيها حاجه بينه وبينه. يعني وراء كل عظيم امراه، وراء كل عظيم امراه.
بتزقه طبعا في داهيه، بتوديه في داهيه يعني، بس يعني ايه يعني هو وراه كل عظيم امراه، كان ممكن يبقى اعظم لو ما كانتش وراه يعني، بس هو يعني الحمد لله يعني وراء كل عظيم امراه. ان 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 عشان كده لما تيجي تتجوز اختار صح، اختار صح، ما تختارش الاجمل، ما تختارش اجمل اربع بنات مين وبعد كده اختار اكتر واحده ملتزمه فيهم، لا، شوف اديان اربع بنات مين وبعد كده دور على اجمل واحده فيهم. يعني اختار الاديان، اختار الطيبه اكتر، اختار اللي ايه اللي فاهمه يعني ايه دعوه اكتر، اللي تبقى في ظهرك في الدعوه الى الله اكتر. يعني ايه اختار، لان زوجتك دي ممكن تزوقك في الدين زق كبير جدا، وممكن تحولك يا عيني داير في ساقيه قاعد تجيب دنيا وخلاص. طب وظيفتك كده. والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا، ازواجنا وذرياتنا ضمير الجمع هنا، ايه بندعي لاولاد بعض، بندعي لزوجات بعض، بندعي لبعض، لان انا عارف ان انت مش هتستقر الا لو بيتك مستقر. فانا وانا بدعي لمراتي بدعي لمراتك، وانا بدعي لاولادي بدعي لاولادك، لان احنا بقى عندنا انتماء لبعض، بقينا بيئه ايمان. وجعلنا للمتقين اماما اولئك العلو يجزون الغرفه اعلى الفردوس الاعلى بما ايه؟ بما صبروا. مفيش دين من غير تعب، مشكله العوام ايه؟ انه عايز دين من غير تعب، عايز دين من غير تضحية، خلاص. بس انت بقى منشن على اصحاب اليمين، انما يجزون الغرفة بما صبروا، ده منشن على السابقين. ويلقون فيها، يلقى دي من اول لحظة، اللقاء العظيم بقى من اول لحظة، ما يدوقش لحظة رعب يوم القيامة. ويلقون فيها تحية وسلامة خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. ايه الفرق بين المستقر والمقام؟ المستقر ده المكان الدائم، يعني مكان انت مستقر فين؟ مستقر في شارع، في شقه في شارع الجلاء مثلا، او في شارع سامي الجامع. طيب انما انت نازل فندق يقول لك حضرتك هتقيم معنا كام يوم؟ ايه رايح مصيف، انت هتقيم في المصيف كام يوم؟ فالمستقر المكان الدائم، انما المقام المكان اللي ايه؟ اللي بتقعد فيه فتره، كل فتره يومين وترجع كده يعني. فنعيم الجنه نوعين، انت عندك قصر مثلا، ده بتاعك، ده المكان بتاعك، ده المقام بتاعك، وعندك بقى فلل هنا وقصور هنا ويخوت هنا وشاليهات هنا، فانت بتروح بقى ايه تتمتع هنا شويه، تتمتع هنا شويه، انما ايه زي بالظبط كده مثلا ملياردير اللي عنده قصر، ده سكن بتاعه، انما بقى عنده ايه شاليه في الاقصر بيروح كده في الشتاء شويه يشت هناك، عنده مش عارف شاليه في مارينا بيروح يصيف هناك، عنده مش عارف فيلا فين، عنده شقه بتطل على الحرم بيروح ايه اسبوع يقضي في السنه كده عمره هناك. يبقى هو عنده اماكن اقامه كتير، ولكن المستقر بتاعه عنده ايه؟ يبقى اذا ده نعيم التجديد في الجنه يا جماعه، نعيم التجديد في الجنه، مقامه مستقر، ان الجنه مليانه تجديد. اللي يسمع عن التجديد بتاع الجنه يتخنق من الدنيا. كنت بقرا من شويه حديث النبي عليه الصلاه والسلام، حديث صحيح الترغيب والترهيب، اللي هو حديث ان الله اتخذ في الجنة واديا افيح، وادي كده من مسك ابيض، الوادي كله كده. فاذا كان يوم الجمعة ينزل ربنا من عليين على كرسي سبحانه وتعالى، ثم يعني تنصب بقى منابر النور فيأتي عليها النبيون، ثم تنصب عروش الذهب فيأتي عليها الصدقون والشهداء، ثم يجلس باقي اهل الجنة على الكثبان بقى، كثبان بتاعة المسك دي بقى، ثم يقول الله يا اهل الجنة هذا محلك، هذا محل كرامتي، اتممت عليكم نعمتي، فسألوني يا اهل الجنة، فيقولون يا رب نسألك رضاك، فيقول الله رضاي احلكم دار كرامتي، سألوني يا اهل الجنة، فيسألون حتى تنقطع الرغبة، يقعدوا يطلبوا لحد ما عادش حد لاقي حاجة يطلبها، فحينئذ يفتح الله لهم ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله اكبر، ايه ده يا جماعة ده؟ ايه ده؟ ثم يصعد الصديقون والشهداء لاعلى الجنة بقى، يرجعوا مكانهم بقى في الغرف والفردوس الاعلى، وباقي اهل الجنة يرجعوا بقى في عموم الجنة بقى اصحاب اليمين. يعني ده يعني ايه ده يا جماعة ده؟ يعني كل يوم جمعة الجنة كلها بتبقى نيولوك، كل يوم جمعة الجنة بتتجدد وبيوجد فيها اصناف نعيم لم توجد من قبل ولم ترها عين حتى واحد من اللي عاشوا في اهل الجنة. يعني النعيم التجديد، تجديد الالوان، تجديد الملابس، تجديد الازياء، تجديد القصور، تجديد، نعيم التجديد في الجنة. ويلقون فيها تحية وسلامة خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم.
أي وزن لكم عند الله بدون العبادة؟ ولا تسوى ولا لك قيمة من غير العبادة. وربنا يحمل عنك أعباء حياتك ليه؟ يعني إيه ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم؟ يا جماعة هؤلاء قوم جعلوا همهم هو الله فحمل الله عنهم عبء كل شيء. الناس دي شالت هم الوصول لربنا فربنا شال عنها كل هموم الدنيا. من جعل همه هو الله كفاه الله بكل شيء. شوف الكلمة قول ما يعبأ، انت أعباء حياتك كتير، مشاكلك كتير، كل يوم هو في شأن لأنك كل يوم في مشكلة، مشاكلك كتير، همومك كتير، احتياجاتك كتير، فانت محتاج حد يشيل عنك. ربنا بيقولك هشيل عنك ليه؟ اشمعنى انت مليون واحد مريض اشمعنى انت اللي اشفيك؟ مليون واحد فقير زيك اشمعنى انت اللي اغنيك؟ مليون شاب زيك هيموت عشان يتجوز اشمعنى انت اللي جوزك؟ مليون شاب اتجوز جوازة فاشلة اشمعنى انت اللي اسعدك؟ اشمعنى انت اللي ربي لك ولادك؟ اشمعنى انت اللي يصلك رزقك دونا عن الناس كلها اللي بتجيب الجنيه الوقت بطلوع الروح؟ اشمعنى انت اللي اسعدك والناس كلها مكتئبة ومتوترة ومخنوقة؟ اشمعنى انت اللي املى قلوب الناس حب ليك والناس ما عادتش طايقة بعضها؟ اشمعنى انت؟ اشمعنى انت؟ ما يعبأ بكم ربي لولا دعائكم. على قد عبادتك، على قد اجتهادك في العبادة، على قد اجتهادك في التضرع الى الله سبحانه وتعالى. فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. ختاما اخواني في الله، احنا خلصنا كده المجالس، خلصنا المجالس، احنا عدنا اربع مرات بس هما ثلاثة اللي الاخرانيين هما اللي يعني ان شاء الله يبقوا الاساسيين. يعني طلبت من اخواننا في موقع الطريق الى الله ان شاء الله ان هما يفرغوا الثلاث جلسات دول عشان هنعمل امتحان فيهم بإذن الله، يتقدم لكم التفريغ ويتعمل امتحان فيهم عشان الكلام يرسخ في قلبك. انت كده سمعته ولكن عشان يرسخ في قلبك ويبقى معاني تعيش بيها، ما تبقاش سميعه بس، هتاخد الكلام هتقراه، هيتعمل امتحان مباشر بسيط بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني اجتهد ان شاء الله ربنا أزم مثلا الثلاث الجاي، الليلة القرآنية دي مستمرة ان شاء الله، ولكن بندخل من جلسة لجلسة بإذن الله. الثلاث الجاي بقى ان شاء الله واحنا داخلين في جلسة جديدة بإذن الله سبحانه وتعالى، لعل يكون في جزء من الحاجات تفرغ او كلها تفرغ او بدايات منها تفرغت ان شاء الله بإذن الله، ونبدأ ندخل في هذا المشروع. النصيحة الأخيرة في نهاية آيات عباد الرحمن يا جماعة، انك انت لو قرأت آيات اصحاب الكهف هتخرج بنفس الصفات اللي هتخرج بيها من آيات مؤمن آل فرعون، بنفس الصفات اللي هتخرج بيها من آيات مؤمن آل ياسين، بنفس الصفات اللي هتخرج بيها من آيات عباد الرحمن. لا تجادل يا أخ علي، هو طريق واحد يا جماعة، كل اللي وصلوا وصلوا بهذه القواعد، حدش ألف في الدين. عايز أقول لكم يا جماعة عشان توصلوا في الدين اقبلوا الدين، عايز توصل في الدين اقبل الدين. يعني ايه اقبل الدين؟ ما انا جاي اقعد في المسجد اهو وجاي اسمع درس تفسير كمان، يعني مش موعظة عامة، ده انا جاي اسمع درس تفسير. يعني مش اي حد مثلا ممكن يحب انه يسمع انه هو ايه يسمع كلام علمي شوية او تربوي شوية يبقى معنى ايه ان انا اقبل الدين. ما انا قابل الدين. لا، انت مش قابل الدين. يعني ايه اقبل الدين؟ اول حاجة انك تقبل ان الناس اللي حواليك دول هم صحبة عمرك. يعني ايه؟ يعني انت داخل بتدور على واد ظريف وايه وكحروت كده زي اللي انت كنت مصاحبهم، او واد عنده عربية تفسح معاه فيها، او واد غني ابو غني او ابو مركزه كبير. انت داخل الدين بنفس مقاييس الدنيا، ما تتكدبش على نفسك، تضحكش على نفسك. انت اكبر سبب انك ما بتعرفش على اللي حواليك انك مستقل بيهم ومستقل بدورهم في حياتك، انك انت مش قادر تدرك ان اللي حواليك دول كنز عمرك. احتمال ان شاء الله الجمعة الجاية بفكر لسه ما اعرفش ان انا يعني نقف مع بعض في النقطة دي يا جماعة، لان احنا عملنا الورش عشان النقطة دي اصلا، عشان طول الاسبوع الورشة دي تملى حياة بعض بالدين. مش عملنا الورش عشان يقعدوا مع بعض ساعة وبعض المجموعات تلاقيها نشيطة مع بعض وبعض المجموعات تلاقيها ايه ما بتشوفش بعض تاني غير الجمعة اللي بعدها. لا، مش ده المقصد اللي اتعملت ليه. ان يبقى اول حاجة في اقبل الدين، اقبل ان اللي حواليك دول صحبة عمرك، دول باذن الله ربنا قابل منهم، دول ملوك الفردوس الاعلى بكرة اللي انت هتتمنى انك تشوفهم. يبقى ما تقعدش بقى اصل الاخ ده من قرية، اصل الاخ ده غلس، اصل الاخ ده فقير، اصل الاخ ده القميص مش لايق على البنطلون فشكله كده يعني ايه، اصل الاخ ده مش لذيذ كده يعني الواد شكله مش ايه. واول ما تشوف اخ قاعد بقى ضاربها جل وملمع نفسه ومقايق انا عايز اصاحب البتاع ده. يا ابني انت مصاحب بناء على ايه؟
هو طبعا حاجة جميلة انه يبقى ضربها جل ده يعني كان لا يرد الدهن يعني ان احنا نبقى نضاف احسنوا ثيابكم وركابكم حتى تكونوا في الناس كأنكم شامة. ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام انك انت تبقى احسن لبس واحسن شكل واحسن. انما انا قصدي انك تقبل اللي حواليك. ببص الاخ ده شكله بسيط شكله كده مش واد ايه بيلعب بيدهن ده هو دوكو زي اللي انا كنت بصاحبهم كده يا ابني صاحبوا بعض هتلاقوا نفسكم بعد فترة روح بعض حياة بعض دخلتوا في دم بعض. يبقى الحاجة الاولانية انك تقبل اللي حواليك ان دول صحبة عمر. دي اول حاجة في قبول الدين. تاني حاجة انك تقبل العلماء انهم قادة العمر. دي النقطة التانية ودي اللي بتوع التوك شو بيحاولوا يضربوها دلوقتي في المجتمع انه بيضربوا عند المجتمع الثقة في اهل العلم. انهم يضربوا عند المجتمع الثقة في ان الناس عندها خط سل الوصول للفردوس الاعلى. بس انت خد وتضلع وطبق. يبقى انك تقبل ان العلماء هم قادة العمر. دول القادة ولا يوجد وحدة للصف الا بالالتفاف حوالين العلماء. احنا ما احناش تنظيم. السلفية العامة ماهيش تنظيم. مش كل خمسة لهم واحد ماسكهم وكل خمسة من اللي ماسكين لهم واحد ماسكهم وفي النهاية فيه بتاع السلفية العامة ماهيش تنظيم يا جماعة. السلفية العامة الرابط بينها هو الالتفاف حوالين اهل العلم. القعدة بتاعتنا دي لما نروح نحضر الشيخ مصطفى العدوى مثلا يوم الثلاث التفافنا حواليه هو ده سر وحدة الصف بتاعنا الى يوم القيامة بقى. ده وحدة الصف بتاعنا. ده الفقه الحركي لايه للصحابه بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى اقبل العلماء انهم قاده العمر انهم قاده مش بركه مش عم الشيخ البركه قائد في حياتك. العالم مش وظيفته ان هو يتكلم في السياسه. العالم مش وظيفته ان هو يتكلم في الاقتصاد. العالم وظيفته ان بتاع الاقتصاد يقول له هو هيعمل ايه ويقول له ايه الحرام والحلال. لما اتكلم اهل الدين في الاقتصاد على انهم اقتصاديين وفي السياسة على انهم سياسيين اخطاء يعني حصل اخطاء كثيرة جدا. ليه؟ لان العالم وظيفته انه يقول لك ايه الحرام وايه الحلال زائد انه يديك خط سر للوصول للفردوس الاعلى ودي اعظم حاجة في الحياة. يبقى اذا لازم نفهم يا اخوانا انك انت تقبل ان اللي حواليك دول صحبة العمر. انك تقبل ان العلماء هم قادة العمر. انك تقبل ان بيئة الايمان هي حضانة العمر. دي النقطة الثالثة. انك تقبل ان حضورك الدرس ده مش شهر وتمشي. ده عمر. ده الى ان تموت. انك هتفضل في اعمال الدين دي الى ان تموت. لو بطلتها كأنك قطعت الحبل السري عن نفسك وانت جنين في بطن الام. انك تقبل ان السنة هي منهج العمر. انك خلاص راجل بتاع سنة بقى. ما تقعدش بقى متردد تسمع كلام الغرب ولا تسمع كلام النبي. تلبس زي الغرب ولا زي النبي. تفكر زي الغرب ولا زي النبي. السنة دي طريق العمر. خلاص. تفصل بقى. استقيم بقى. ان الذين قالوا ربنا الله ثم ايه? استقاموا بقى. ما عادوش بقى يلفوا ويدوروا حول نفسهم. استقام بقى. استقيم بقى. استقيم. انك تقبل ان السنة دي طريق العمر. تلين بقى. كل ما تعرف ان حاجة سنة خلاص يبقى انا هنفذها باذن الله. يبقى دي النصيحة اللي انا بختم بها ايات عباد الرحمن. يا جماعة لو عايزين تصلوا لما وصل اليه عباد الرحمن. لو عايزين يتقال عليكم في الاخرة اولئك يجزون الغرفة بما صبروا. اقبلوا الاربع حاجات دول. اقبلوا ان اللي حواليكم دول صحبة العمر. اقبلوا ان الشيوخ هم قادة العمر. اقبلوا ان السنة هي منهج العمر. اقبلوا ان بيئة الايمان هي حضانة العمر. والحاجة الخامسة معلش ديت يعني ايه? يعني برضو يعني مهمة جدا. اقبلوا ان الاخوة اللي سبقوكم في الالتزام هم الموجهين بتوعكم. يعني احنا بنقول والذين اذا ايه? ذكروا بآيات ربهم. قلنا الاخ مش لازم اقعد مع الشيخ محمد يعقوب عشان اتوب. مش يجيب لك الدكتور عبد الرحمن الصبي يربيك يا ما انتش متربي. مش يقعدك مع الشيخ احمد جلال يا اما يا عم مش نفع. ما فيش الكلام ده يا جماعة. يا اخوانا ده ترتيب غلط للحياة. هو في موظف بيروح شركة يقول لك يا اما اقعد بقى مع رئيس مجلس ادارة مجموعة الشركات ده يا اما مش نافعة. يا ابني انت بتقعد مع المدير اللي فوقك والمدير اللي فوقك بيقعد مع المدير اللي فوق. بكرة انت هتترقى وتبقى مدير وهتوجه اللي تحتك واللي فوقك هيفضل يوجهك. بعده هتترقى وتبقى مدير المدير. لحد ما في يوم من الايام انت ممكن تبقى مدير الشركات كلها. يعني ربنا فتح عليك بقى. اقبل توجيه اللي اسبق منك ولو بسنة واحدة في الطريق. اقبل اللي فوقك. اقبل اللي فوقك. ما تبقاش يا اما شيخ يوجهني او داعية يوجهني يا اما مش عايز. انت حر هتضيع. هتضيع. اقبل ان الاخ اللي ماسك الورشة
يشجعك طول الاسبوع في الاعمال الصالحه. قال لا طب انا عايز اللي انا عايز بقى ايه، انا عايز بقى ايه الداعيه اللي انا حضرت له الدرس هو اللي يوجهني. طب يا ابني مش هينفع، هو الداعيه بيقعد مع الاخ اللي ماسك الورشه واللي ماسك الورشه بيقعد معاك. طب لما انت بتنشط انت نفسك بتترقى بقى، تقدر تقعد بقى بعد كده. انما لما تترقى لما تنشط بس الاول. انما يا جماعه الهرجله دي مخليها كله ما عادش عاملين يا عيني زي اللي واقفين في طابور عيش من غير طابور، فكله قاعد يخبط في بعضه وده عايز ياخد. يا ابني طب ما تقف في طابور وتخلص، في دقيقه هتلاقي نفسك طلعت قدام بيتنا. في شارع جاي كده وشارع جاي كده وشارع جاي كده وشارع جاي كده، يعني ايه في مفرق كده ما بين اربع اتجاهات. فالشارع تحت كل شويه عين الناس قاعده تشتم في بعض وتضرب في بعض. ليه؟ كله عايز يعدي. طب ما ترتبوا نفسكم يا جماعه تعدوا في ثواني. لو انت دخلت الدين بطريقه مرتبه اقبل اللي فوقك، اقبل اللي فوقك، اقبل اللي فوقك. حد يقدر يقول لي الخمس قواعد بتوع القبول دول؟ تقبل ايه؟ ها اول حاجه تقبل ايه؟ لا انا عايز الركن البعيد الهادي ده بقى، احنا هنفضل نشتغل على هنا. ها قول لعله صوتكم. تقبل العلماء كايه؟ قاضى لعمرك. اتنين تقبل ان الصحبه اللي حواليك دي صحبه عمرك. ثلاثة تقبل ان السنه هي منهج عمرك. أربعة تقبل ان بيئه الايمان هي حضانه عمرك. خمسة تقبل اللي فوقك انه اخوك الكبير اللي بيوجهك. من المواقف اللي لا انساها في حياتي ابدا، مرة كنت رايح مع واحد كده بيته، يعني شاب كده زمان خالص، الموقف ده انا صغير خالص بس اثر فيها جدا. فدخل كان المفروض هيجيب حاجة لاخوه الكبير، اخوه الكبير ده اكبر منه مثلا بسنتين، يعني مش اخوه الكبير يعني، وابوه في البيت عادي اخوه الكبير. فدخل فهو ما جابهاش، اتأخر عمل حق، المهم يعني دخل. فدخل سمعت صوت واحد ماسك واحد مشرحه، عارفين واحد ماسك واحد مشرحه، انت قليل الادب، انت ما بتفهمش، انت والله العظيم يا جماعه اقسم بالله ما سمعت صوت التاني بيرد حرف، ما سمعت حرف التاني بيرده. فما خرج فبقول له في ايه؟ فوشه احمر خالص، اللي هو الشاب ده وشه احمر خالص. فقال اخويا الكبير كان بيزعق لي لانه اتاخر. انا شفت المنظر ده، انا ما شفتش حاجه زي دي قبل كده، انا بوهت. ايه ده؟ هو يعني انا ممكن اقبل ان ابويا يعمل معاه كده، انما اخويا الكبير مين ده؟ ده انا اجيبه نصين. اخويا الكبير يعمل معاه كده؟ ده اخوك الكبير مسكه مسح به الارض، ما ردش عليه كلمه. في كليه الشرطه الطالب اللي في سنه تانيه ممكن يزحف طابور للطالب اللي في سنه اولى، بيعلمهم كده ان مش لازم القائد اللي تفين على كتفه تلات نصور ولا بتاع هو اللي يعملك عشان هو اللي يأمرك عشان تمشي. الاكبر منك بيوم يزحفك طابور تأديب، يعملك طابور تكدير. الاكبر منك بسنة واحدة بس. ليه؟ عشان كله يتعلم اللي فوقه. ما انا لو ما عرفتكش قيمة اللي فوقك انا بضيع عليك خبرة عمر كل اللي فوقك. انت لا هتستفاد من اللي فوقك بست شهور ولا اللي فوقك بسنه ولا اللي فوقك بسنتين ولا اللي فوقك بده، انت مش هتستفاد غير من الشيخ. طب والشيخ بقى يفيد منه ولا مين غير انك ضيعت عليك فائده كل اللي فوق؟ اللي سبقك بسنه اعمله ليك موجه، انا مجتهد انا ماشي في الطريق، يبقى اقبل اللي فوقك. ربنا يسددكم ويبارك فيكم. النهارده خدنا 25 دقيقه زياده للاسف الشديد، هو الدرس 60 دقيقه. النهارده خدنا 25 دقيقة زيادة، ربنا يعني يحفظكم يا اخواني في الله ويبارك فيكم ويسددكم يا رب ان شاء الله. يعني النهارده مش هقدر بقى ان احنا نعمل حاجة مع بعض لأن أنا عندي موعد الوقت اهو، يعني أنا أصلا عديته. إيه؟ لا بكرة درس الشيخ أحمد جلال في الصديق عادي. هيدي الدرس تقريبا وهيسافر عمرة إن شاء الله. فدرسه لوحده إن شاء الله، احنا على ميعادنا بقى يوم الجمعة بالورش بتاعتنا إن شاء الله، وكل ثلاثاء هنا إن شاء الله دكتور غريب من المغرب للعشاء، وأنا الليلة القرآنية بعد العشاء إن شاء الله. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم ارزقنا حفظ القرآن في صدورنا، اللهم أنر قلوبنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم أقمنا على مرادك منا، اللهم اهدنا وسددنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.